يعلم الجميع أن الحمل يستمر حوالي 9 أشهر، ولكن هذا ليس هو الحال دائما. في بعض الأحيان يمكن أن يستمر الحمل لعدة أشهر أقل أو أكثر، أو يمكن أن يكون أغرب مما تعتقد. لذلك جمعنا لكم اليوم حالات حمل حطمت جميع الأرقام القياسية. توماس بيتي. وفقا لمعايير الغرب، يعتبر توماس بيتي أول رجل يلد في العالم. البعض قد يصدق هذا الهراء، ولكن الحقيقة شيء بسيط. فتوماس لم يكن ذكرا منذ ولادته حتى عام 2002. كان يعرف باسم تريسي لوجندينا. في ذلك العام خضع لجراحة تحويل الجنس، وبقيت الأعضاء التناسلية على حالها، ما سمح لتوماس بالحمل عن طريق التلقيح الاصطناعي. حدث ذلك في عام 2007 حيث ولد فتاة، وفي عام 2009 حمل في طفل ثاني، وفي عام 2010 حمل مرة أخرى في طفل ثالث، وفي عام 2012 خضع توماس لعملية جراحية للتخلص من الأعضاء التناسلية الأنثوية. حليمة سيسيه. في عام 2021 صدمت امرأة من مالي تدعى حليمة سيسيه العالم بأسره من خلال ولادة 9 أطفال في وقت واحد. على الرغم من أن الأشعة والفحوصات في أثناء الحمل كانت تشير إلى أن حليمة حامل في 7 أطفال، نقلت حليمة من مالي إلى المغرب للحصول على رعاية صحية متخصصة. حليمة حطمت الرقم القياسي المسجل باسم ناتالي سليمان الأمريكية التي أنجبت في عام 2009 8 أطفال مرة واحدة. كورتيس مينسك. مدة الحمل البشري نحو 40 أسبوعاً، تزيد أو تقل قليلاً، لكن هذه الحالة تخطت كل المقاييس. في يوليو عام 2020 في ولاية ألاباما الأمريكية ولد كورتيس مينسك قبل الأوان ب4 أشهر. اعترفت به موسوعة جينيس للأرقام القياسية على أنه أصغر مولود سابق لأوانه على هذا الكوكب. وفقا لولادة كورتيس، في البداية كان الحمل دون مشكلات، ولكنها فجأة احتاجت إلى عملية عاجلة، مما اضطر الأطباء لإجراء عملية ولادة قيصرية لإنقاذ حياة الطفل. ولد كورتيس بوزن 400 جرام، وعلى عكس كل التوقعات نجا الصغير واكتسب الوزن بسرعة. وانغ شي. وانغ شي هي امرأة صينية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول فترة حمل في التاريخ. وانغ حملت الطفل في الرحم لمدة 18 شهراً أو سنة ونصف. أصبحت وانغ حاملاً في فبراير عام 2015، وكان من المفترض أن يولد طفلها في غضون 9 أشهر، أي في نوفمبر من العام نفسه، ولكن هذا لم يحدث لفترة طويلة، فشعرت وانغ بالقلق وبدأت الخضوع للعديد من الفحوصات. الأطباء أفادوا أنه على الرغم من الفترة الكبيرة، فإنه لم يكن لدى الطفل الوقت الكافي للنمو بما فيه الكفاية، لكن لحسن الحظ ولد الطفل أخيراً في أغسطس عام 2016. إيرماتي مانيجياما. إيرماتي مانيجياما مسنة من الهند أثبتت أنه يمكن أن تصبح المرأة أماً حتى بعد 70 من عمرها. حاولت هي وزوجها إنجاب طفل بأي شكل من الأشكال، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل. في النهاية قبل بضع سنوات اكتشفت مانيجياما أن أحد القرويين أنجب طفلاً بمساعدة التلقيح الاصطناعي، فقررت المرأة زرع بويضة وأصبحت حاملاً للمرة الأولى وأنجبت توأم لتصبح أكبر معمرة في العالم تلد أطفالاً. جوانا غريزستونك. كلما كانت الولادة في أسرع وقت ممكن كان هذا أفضل للأم، كما حدث مع امرأة بريطانية محظوظة تدعى بالا كوايس في عام 2007 وأنجبت فتاة في دقيقتين فقط. أما الأكثر تعاسة في هذا الصدد فهي سيدة بولندية تدعى جوانا غريزستونك، والتي قضت 75 يوما في المخاض لإنقاذ حياتها. كانت جوانا حاملا ب3 توائم وشعرت بتقلصات الولادة في الأسبوع 21. لسوء الحظ لم ينجو الجنين الأول بعد الولادة، وكان الطبيب يخشى أن يحدث نفس الشيء مع الطفلين الآخرين، لذا ضمد الحبل السري ووضعه مرة أخرى في الرحم. بعد ذلك أخر ولادة جوانا بكل الوسائل 2.5 شهر باستخدام أدوية خاصة لوقف الانقباضات المبكرة والاستلقاء رأسا على عقبة. بعد 75 يوما
خضعت إجوانا لعملية قيصرية وأنجبت فتاتين تتمتعان بصحة جيدة. سكوت مور. سكوت مور من كاليفورنيا كان في السابق فتاة تدعى جيسيكا، كما كان زوجها توماس في الأصل فتاة تدعى لورا. خضعت جيسيكا ولورا لعملية تغيير الجنس وخضعتا للعلاج الهرموني الذي جعلهم أشباه رجال. في البداية تبنوا أطفالاً، ثم حمل سكوت الذي هو في الأساس فتاة تدعى جيسيكا، وكعادة الغرب أطلق عليها ثاني رجل في العالم يلد أطفالاً. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. إذا أعجبكم لا تنسوا الإعجاب والمشاركة. إلى اللقاء بفيديو جديد.